الماكس. الو، يا هلا بالماكس، يا هلا هلا بالمعلم، هلا بشيخ المدربين، ميت هلا حياك. شلونك انت؟ طمني، شلون امورك؟ ان شاء الله تمام. ايه، مثل ما حكيت لي، شفت لك الوضع بعد المباراة على تويتر. والله شل عرضك، ما خلوا عليك كلمة. اغلب جماهير اليوفي كلهم، يعني سوري منك، انا اسف، يعني انقل لك، يعني حتي يقولوا عنك جحف. ايوه، امين 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 امين، ما خلى عليك كلمة. وفي غيره كثير، لا بس شوف بكذا واحد يعني لسه مأمنين بك مثلي يعني. ايه اب فرح، ايه ما قصر، لا يدافع عنك، يدافع عنك على العميان. شلون؟ لسه الجاي احلى؟ ادري والله، اعرف انك استلمت فريق وتعبان وهاي، اعرف اعرف، ما يهمك، احنا واثقين بيك. خلص خلص، اوصل لهم الصورة. الكتاب؟ لو تعرف الكتاب، ترجمناه على الفاضي، والله ترجمناه وما بمنه الا بالايطالي، ويعني تعبنا عليه، نزله فيديو ما بعلي مشاهدات، نزله ثريد ما حدا مهتم. جيب لي حدا يرقص، جيب لي مهرج يكيفون عليها اليومين. اي والله، لا الجيل هذا خربان، الجيل العتقلية والمهتمين يعني قلال يقرونها، بس حتى قلال مشغولين مو فاضيين. بدهم نطوطة. يلا يا سيدي يلا، تهون مو مشكلة، احنا مكملين. ميت هلا ماك، سلم، يا هلا والله. الرقم البرتغال، نداء. الو، يا هلا والله جوزي، ميت هلا، حياك، انت شلونك؟ يا هلا بالمترجم، هلا والله. لا شفتوها، والله شفتوها. ايه مالك حق يا اخي، والله مالك حق، شفت المباراة، مالك حق، يعني تدري فشلتك تروح تعمل حركات للحكم والو وابوك مرتشي. ادري يا اخي، ترى الجمهور صار واعي، ها يعني لا تفكر هاي الحركات كل لعبة بدك تعملها ومو منتبهين عليك، ترى ما خصك بالتدريب هذا الموسم، يقولون افلست، وانا منهم يعني، ماني شايف لك شيء. تزبط امورك؟ ما اعرف والله. ما يهمك، شو ما المهم الراتب؟ يلا عوافي على قلبك، ميت هلا، سلم، انتبه، سلم اللي عزاني يقول له هلا والله. الليموني، يا هلا بالاكس لاتسيالي، شلونك؟ هلا سيموني، ميت هلا، هلا بالليموني، هلا. اي لا، وش حضرتوها؟ اي لا، ترى يعني لو الحاط، ترى انت طالع بخمسة صفر، طالعينك بزفة سسول. والله ادري، انا اعرف انه عندك ضغط وتعبان ومبارياته، بس يا اخي ما عليش، العاب دفاع، سكر، اطلع تعادل، لا منتهين ذهنيا وجسديا بالملعب يا اخي، ما عليش، حتى انت ما تبطل عوايدك، كل ما توصل اللقمة للاثم ترفسها من ايام لاتسيو. عندك مؤجلة؟ يلا خلاص، بس تلعب المؤجلة حكي انت، شو اخرتها هاي، مستلمينك على تويتر بالمؤجلة. يلا ميت هلا، سلم على البيبو، بالله لا تنسى، هلا مع السلامة. تحياتي لجميع متابعي الدوري الإيطالي، الكالتشيو جنة كرة القدم. مثل ما شايفين، جولة 26 كانت جولة رهيبة، يعني باختصار هيك شديد، التوب 10 ما عدا لسه نابولي ما لعب، ما حدا ربح أبدا إلا فيورنتينا، وفاز فيها على أحد التوب 10 كمان، على أتلانتا، الباقي كله تعطل. ليش؟ ما ندري. اليوفي طلع بتعادل بمباراة الديربي مع تورينو 1-1، وراح نحكي عنها. جيان باولو مع ساندوريا وكوالياريلا الإيتابيتا دوت زيرو، فاز 2-0 على أندريا تزولي، اللي يعني أندريا تزولي يعني كثر خيره، مباراة فوق مباراة تحت مع إمبولي كثر خيره. روما ومرة ثانية وبشق الأنفس يطلع بتعادل أمام فيرونا بالأوليمبيكو، وأمام الجماهير الغفيرة
2 2 دو دو نفس النتيجة، دو دو سلينتانا على أرضه طلعها مع المتصدر البيج ميلان نحكي عنها. ومثل ما حكينا فيورنتينا فاز على أتلانتا بهدف البيونتيك وانطرد جاسبرين، فينيتسيا وجنوا حتى تعادل واحد كل. الانتر وبالجيوسيبي مياتزا على أرضه يخسر أمام ساسولو بالرأفة، ها مع الرأفة 2-0. فلاتسو أودونيزي كمان واحد كل، تعادل إيجابي بداشي أرينا وراح نحكي عن هاي المباراة. وقت تصوير الفيديو لسه نابولي ما كان لعب، فيعني ما تواخذونا جماهير نابولي، راح نبدأ الجولة لأنه يعني مزبطي لكم أموركم، ملعبينكم الاثنين رغم انه انتم لاتسيو واتلانتا لعبتم يوم الخميس بالدوري الاوروبي. واللي عنده جواب عن هذا السؤال انه ليش نابولي يلعب الاثنين بينما اتلانتا ولاتسيو يلعبون يوم الاحد يجاوبنا، بس يا ريت الجواب يكون مع مصدر يعني مو جدعنا. المباراة الأولى خلينا نحكي عنها هي مباراة اليوفي وتورينو اللي لعبت يوم الجمعة أول مباراة. المباراة يعني إذا بدي هيك أعطيها عنوان، أقوى عنوان يحكي جماهير اليوفي لعودة بيلوتي هو شباب الفيلم فيلم عبلة كامل عودة الندلة، لأنه رجع وشق حاله شق إلا يسجل، وسجل وتعادل مع اليوفي. بصراحة وبكل حيادية أنا شفت شوط أول قوي جدا من اليوفي، يلعب بريتمز عالي وكان ممكن يعني إنه يعني يسجل أكثر من مرة، مو بس يعني من رأسية دي ليخت اللي أجت من ركنية. شفت الإصرار على اليوفي، ولكن يعني عم تلعب حتى مع تورينو بديربي ممكن جدا ما توفقت. ف يوريتش أكيد إذا أنت يعني عطيته مجال ما راح يخليك. يوريتش يعني شفنا من أيام فيرونا كان مشيب الفرق. الشوط الثاني باختصار كان لتورينو واستغله يوريتش وكان ضاغط بقوة وكان ممكن يفوز حتى، مو بس يعدل النتيجة بعد عرضية بريكالو الكرواتي لبيلوتي اللي سددها هدف هيك يعني نص دبل كيك، يعني مو دبل كيك هيك على الطاير خيو، تشيزني ما قدر يصدها. هدف لهدف وتعادل اليوفي، وبعد هذا التعادل يعني سحب النحس معاه لكل الفرق المتصدرة التوب 8 وما حدا فاز للأسف. يعني مثل ما تعرفون وأنا بعد ما ترجمت كتاب أليجري وقريته، أليجري يعني يعود لمدرسة البساطة، بده كل شيء بسيط، ما عنده هاي التعقيدات تبع الأنماط والمثلثات والتمريرات القطرية وهذول الحركات اللي حاليا عم يحكي فيها العلم. مدرسة أليجري هي مدرسة البساطة، وجماهير اليوفي اللي مفكرة انه أليجري عنده عصا سحرية فأنتم غلطانين، مع الاحترام يعني أليجري ما عنده عصا سحرية، وهذا الفريق بده يتعود على اللعب مع بعض، بده مثل ما يقولون إذا تلعب فيفا بده الكيمستري، بده الهارموني لحتى يتأقلم مع بعض، وهذا الشيء أظن يجي مع يعني المباراة. ما ننسى غياب كليني، أنا أشوفه غياب كليني مؤثر جدا نفسيا، دي إن آل الفوز القتال بالملعب أشوفه كلها من كليني. هذا الموسم الماضي ما شفنا لعب كثير، فهذا الشيء أثر برأيي ترى بشكل عام، أحكي ما عم نحكي عن هاي المباراة. فنصيحة أخ لجماهير اليوفي، استنوا شوي على الأليجري، والمنافسة على المركز الرابع مشعللة. المنافسة برأيي الشخصي يعني لسه موجودة بين اليوفي، لاتسيو، روما، فيورنتينا، أتلانتا، لسه شغالة، ما صار شيء والكل تعادل ولسه في عندنا 12 جولة. المباراة الثانية اللي بدي أحكي عنها هي مباراة روما فيرونا اللي جرت بملعب الأولمبيكو واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. والتعادل الإيجابي أجا بآخر اللحظات لروما، لأنه فيرونا كان متقدم الشوط الأول أو أول ثلث ساعة يمكن 2-0، وكاد أنه ينهي الشوط الأول بنتيجة أعلى، ولكن يعني صمد روما، وهالصمود هذا يعني خلينا نقول أفاده بالنهاية لأنه خطف نقطة التعادل مثل ما عملها الأسبوع الماضي. أنا شخصيا ما عم أشوف أي شكل لروما، يعني إذا ساري عم أشوف في تطور معه وشايف أنه على شو ماشي وكيف التطور معه، بما أنه عم نحكي عن أول موسم لساري ونفس الشيء عم نقارن في أول موسم لمورينيو، أنا ما عم أشوف أي شيء لمورينيو ولا أي شكل للفريق. إذا أنتم شايفين شيء احكوا لي بالتعليقات خلونا نستفيد. حتى لو ملاحظين لروما اللي سجل فولباتو وبوفي، هذول لاعبين شباب، يعني ممكن أنت شوف دير لي إياها تقول لي مثلا أنه يعني هاي تبديلات مورينيو، شوف تبديلات مورينيو جابت اللعبة، وأنا برأيي الشخصي لا، هذول شباب متحمسين فاتوا، ولأنه ما لعبوا مع المنظومة بالحماس تبعهم سجلوا.
وشفنا الأهداف كيف أجت. يعني الهدف الأول لفولباتو مرتدة من الركنية على خط الستعش، يعني مقشرة على طبق من الماس سجلها. الهدف الثاني شفنا كيف حتى دخل منطقة الجزاء يعني بآخر اللحظات وسجلها، الدفاع كان مغطي على الحارس ما شافها ودخلت من جنب العارضة. السؤال اللي بدي أسألكم إياه وحابب أسمع رأيكم وتعليقاتكم بهاي النقطة لأنه عليها جدل كبير، هل أفلس مورينيو؟ بدي جوابكم بالتعليقات. المباراة الثالثة اللي راح نحكي عنها هي مباراة ساليرنتانا ميلان واللي انتهت بالتعادل الإيجابي مثل ما حكينا 2-2. شوف من الآخر ومن يوم ورايح الفرق اللي عم تلعب على تفادي الهبوط هاي يعني راح تكون معاها مباريات صعبة جدا جدا بالكالتشيو، وراح تستشرس عليك لو تكون أنت متصدر مثل ما شفنا ميلان متصدر مع متذيل الترتيب، استشراس بشق الأنفس لحتى أخذ ميلان التعادل. شوف بالرغم من أنه هدف ميلان الأول إذا تشوفه راح تقول شو هالسلارنتانا، راح تنتهي 3-0 لميلان لأنه الدفاع كان كارثي شوارع، يعني لقطة ما تصير بالسيريا من لاعبين محترفين، ولكن الاستشراس رجع وهذا الشيء اللي شفناه، الروح القوية للفريق اللي ما تقول الغريق اللي يتعلق بقشة شفناها وعدلت النتيجة. بدي أضيف أنه لاعبين ميلان ما كانوا بيومهم، يعني حتى شفنا غلطة الشاطر بألف من مينيون، الغلطة يعني ما كان لازم، شفنا الهدف هدف التعادل ما كان لازم تطلع طابة عند خط الستعش، يعني ايش طلعك عليها، طلع مع البوسني والبوسني ما شاء الله مترين تقريبا أخذها منه وبوناتزو اللي دبل كيك ولا أجمل رجع سلارنتانا على المباراة. ومو بس هيك، الشوط الثاني راد يكلف ميلان حتى بخطأ ثاني لمينيون، يعني كان من الآخر فاصل السيستم عنده. بدي أحكي وأنوه لنقطة مهمة عملها سباتيني وهي الجودة، رفع من جودة الفريق أيا كان. شوف مثلا سيبي حارس سلارنتانا اللي جابه من بارما، يعني في انفرادة لجيرو طلعها هاي كان ممكن راح تفرق معاها بالمباراة مع ميلان. أكيد جيرو ما نفذها بالمثالية 100%، ولكن نفذها بشكل جيد. مع ذلك تألق سيبي وطلع الانفرادة من جيرو. نقطة جيدة لديفيد نيكولا، أكيد بده يلعب على الروح المعنوية بال12 مباراة الجاية. الموسم الماضي ديفيد نيكولا طلع تورينو من الهبوط بآخر رمق، فنشوف راح يقدر يطلع سلارنتانا. المهمة شبه مستحيلة، ما نقول مستحيلة بس شبه مستحيلة، جدا جدا صعبة. خلينا نشوف المباراة الرابعة اللي بدي أحكي عنها هي مباراة الانتر ساسولو اللي لعبت بجيوسيبي ميادزا. بدي أحكي شغلة إنه أبو عادة ما يبطل عوايده مثل ما حكيت معه بأول الفيديو بالتليفون، يا أخي يا إنزاغي وصلت اللقمة بالإذن ليش لحتى ترميها؟ الفريق كان غير جاهز لا ذهنيا ولا جسديا، جسديا كنا نعرف بس ذهنيا على الأقل كنت تحضره بشكل أفضل. أنا معك إنه من 5 فبراير لعبت مباريات طحن، حرفيا كان اسمها طحن، من الديربي، روما، نابولي، ليفربول، تخيل هاي من 5 فبراير يعني من أسبوعين لعبت هالأربع مباريات، فنلتمس له العذر، يعني في حال يلتمس له العذر في حال رجع الإنتر وعدل من وضعه بالمباريات القادمة، يعني هذا الشيء هون راح يثبت انه انزاغي راح يقدر يطلع من هاي الازمه بسرعه ويتدارك الامر ولا شو الوضع، بلش يعني الانهيار. نقطه من نقاط المباراه اللي بدي احكي عنها هي لاوتارو مارتينيز. انا بالنسبه لي يا شباب ما اعرف هالشيء يزعجكم ما يزعجكم، بس انا هون لحتى احكي وجهه نظري الشخصيه، هاي وجهه نظري انا. لاوتارو بحياتي ما اقتنعت فيه انه لاعب سوبر، هيك من الآخر يعني مش هنطيكية. نعم كل لاعب يمر بدروب رغم أنه ترى جدد، يعني المفروض أنه خلاص ريح باله حاليا، بس الفرصة اللي ضيعها كان ممكن ترجع الإنتر للمباراة 2-1، فرصة يعني على بعد مترين المرمى فاضي، كيف لعبتها بهالشكل؟ ما عندي تفسير صراحة. بدي أحكي عن هندانوفيتش، وتسمح لي يا أبو خالد كابتن محمول أبو الركب، لا خلاص هندانوفيتش انتهى وقته، إذا بدك تكمل الموسم على إنزاغي إنه يلعب براده قولا واحدا، خلاص هندانوفيتش يعني لازم يقعد على السكور أكثر من مباراة وممكن يعني لآخر الموسم إذا بدك ترجع تنافس، لأنه يعني شو هالأهداف اللي عم تأكلها. نعم طلعت لي كم طابة بلعبة ليفربول، خلاص لا شوف من الآخر أنا مع إنه يقعد هندانوفيتش مشكورا على السكور. طيب السؤال اللي بدي أسأله لجماهير الإنتر قبل كل شيء، بما انه هندانوفيتش يعني غالبا ما راح يكون الاساسي الموسم القادم، ما راح احكي عنه هلا ولو انا بدي اياه هلا يقعد وياخذ رادا مكانه، سؤالي هل اونانا مناسب للانتر؟
هل أونانا يقدر يعوض هاندانوفيتش؟ أوكي ما تقدر تحكم على اللاعب إلا يجي، بس شو رأيك؟ اكتب لي بالتعليقات رأيك بأونانا. المباراة الأخيرة اللي بدي أحكي عنها هي مباراة لاتسيو أودونيزي أو أودونيزي لاتسيو اللي لعبت بالداشة أرينا واللي انتهت بالتعادل أونو أونو هدف لهدف. دي لوفيو سجل الهدف الأول لأودونيزي الدقيقة الخامسة، يعني كان هيك ضرب 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 على غفلة سجل فيها، كان توقيت الهدف مزعج. رجع فيليبي أندرسون وعادل بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وهذا التعادل يعني رجع لاتسيو للمباراة. بدي أحكي نقاط سريعة عن هاي المباراة مشان ما نطول. أول شيء لاتسيو فات بغياب خمس عناصر أساسية مهمة جدا جدا، اللي هي تشيرو إيموبيلي، التشيربي، لاتزاري، لوكاس ليفا ولويس ألبرتو. والدقيقة 20 أصيب بيدرو، ست أساسيين. وبالأساس لاتسيو ما عنده دكة وحياة البرتقالي تاري يعني فوقها. مع هالشي طلع بنتيجة إيجابية. وخلينا نقول شغلة مهمة، بعد ما رجع من رحلة الأوروبية من بورتو من ملعب لدراغاو، يعني مجهود بدني كبير بذله اللاعبين، وساري حكى بالمؤتمر الصحفي انه هو راضي كل الرضا عن الأداء اللي قدمه لاتسيو. كابرال نزل بدال بيدرو وقدم لمحات حلوة، يبدو انه الولد عنده لمسات جيدة. أظن بده شوية فتنس، بده شوية لياقة ينخرط مع المجموعة ونشوف لاعب جيد جوكر يفيدنا كمهاجم ثاني أو على الأجنحة. نقطة جديدة بس بدي أنوه عليها على الحكم اللي جايبينه، يعني حكم مبتدئ، يعني ما خرجوا مباراة سيريبي بس جدا سيء. ترتيب قبل مباراة نابولي ما زال على ما هو عليه، ميلان بالصدارة ب 56 نقطة، انتر ميلان ب 54 نقطة مع مباراة مؤجلة، نابولي ب 53 نقطة، يوفي 47، أتلانتا 44 مع مباراة مؤجلة كمان لأتلانتا، بعده لاتسيو 43، وفيورنتينا 42 مع مباراة مؤجلة، وبعده روما ب 41. هذول التوب 8. ما زال تشيرو إيموبيلي بصدارة الهدافين ب 19 هدف، رغم أنه لعب ثلاث مباريات أقل من فلاهوفيتش، يعني 19 هدف من 21 مباراة 4 ريغوري، بينما فلاهوفيتش مسجل 18 هدف من 24 مباراة و5 ريغور. كانت هاي تغطية خفيفة نظيفة سريعة، ما أعرف إذا سريعة والله ما أعرف طول الفيديو يمكن طويل. في حال عجبك الفيديو اسلخنا اللايك، اشتراك لأنه ما أعرف عم ينزل، يعني بدل ما يطلع عم ينزل معدل الاشتراك عندي، ما أعرف شو في مشكلة باليوتيوب أو شيء، بس بدنا همتكم يا شباب اللي مو مشترك يشترك يفعل زر الجرس لحتى يوصله كل جديد. وبعد هذا الفيديو إن شاء الله هاليومين راح ننزل الفصل الرابع من كتاب أليجري، الأمر بسيط للغاية. تحياتي لكم وين ما تكونوا، ونشوفكم على خير. سلام.